إخواني أخواتي، إن شاء الله بإذن الله سنكون في الأردن في نهاية شهر سبتمبر للمشاركة في قافلة طبية إغاثية لمساعدة إخواننا اللاجئين السوريين بالتعاون مع جمعية قوافل الإغاثة والتنمية، ونتمنى من الجميع المساهمة قدر المستطاع في دعم هذه القافلة، ونتمنى التوفيق من الله سبحانه وتعالى. الناس فيها خير ولله الحمد. أخوكم الدكتور أحمد الكندري.